احنا مع البحث العلمي ومع الخبير ومع جميع الخبراء، والبحث العلمي كنعتبروه رافعه مهمه الى جانب الفلاح، ومع التنميه ديال الزراعات البديله ولكن ماشي نعدموا الزراعه العصريه التصديريه اللي هي مكسب حققناه الدوله والفلاح والجميع والاداره على مدى 60 عام منذ الاستقلال. اذن احنا اللي تنبغيو هو الخبراء ديالنا يجتهدوا ويلقاو الحلول باش اننا ننميو الزراعه البديله، ولكن في نفس الوقت البحث ما يوقفش على اننا نحافظوا على المكسب الكبير ديالنا ديال الزراعات التصديريه، لانه الحوامض والطماطم والخضر والبواكير راه تياكلوا قبل اي شيء المغاربه. راه ما يمكنناش غدا نعدموا هذا القطاع اللي راكمنا فيه تجربه كبيره، وعندنا مع فيه علاقات مع دول واسواق كبيره، وعندنا فيه استثمارات ضخمه كبيره ديال المستثمرين ديال الدوله، ديال القروض الابناك، الاعانه اللي كتعطيها الدوله، الثقل الاجتماعي كبير، عدد كبير ديال المحطات اللي في الحوامض، ما يمكن ليناش نسمحوا فيه وناخذوا. اذا هنا حسب الخبير خصنا نديروا واحد الوقفه، اننا نتخلاو على واحد الجانب باش ننميو واحد الجانب اخر، ننميو الجانب اللي بغى السيد الخبير ديالنا، ونجتهدوا ونفكروا ونبحثوا على اننا ننميو الطرف الاخر، الجانب الاخر اللي هي الزراعه العصريه التصديريه، لانه عندها مكانتها في الاسواق، كتدخل عمله صعبه. راه كاينين دول اللي ما عندهمش حتى شي علاقه مع المغرب فيما يخص التجاره الا ديال الحوامض والطماطم. لذلك احنا ماشي ضد ننميو الزراعه البديله، الزراعه المعيشيه، الزراعه التقليديه، لانه باش ننميوها راه غادي يبداو فيها فلاحه صغار، فلاحه تقليديين، راه ما قادرينش يواكبوا، ما قادرينش يتحملوا التكلفه ديال الماء ديال تصفيه البحر. الماء ديال تصفيه البحر راه الدوله دايرها في اطار تشاركي مع الفلاح، خصو يخلص، خصو يكونتريبيي، خصو يعطي المساهمه ديالته حسب الهكتار، كما جرى في المشروع ديال انقاذ منطقه القردان اللي الفلاح خلص فيه 8000 درهم للقطار. واش هذا الفلاح البسيط الدري واش غتقول لي اجي خلص 7000 ولا 8000 درهم للقطار اليوم؟ فما يمكنش. واش هذا اللي عصري واستثمرنا فيه هذا راه مكسب ورثناه من الاستعمار؟ راه ما يمكنش نسمحوا فيه اليوم، راه غادي نكونوا ارتكبنا خطا كبير. لذا المفكر ديالنا ورجالات الاقتصاد ديالنا والباحثين ديالنا ياخذوا دائما بعين الاعتبار راه كان قطاع وازن مهيكل خدام غادي مزيان، ولكن يبحثوا في تنميه القطاع الاخر باش تكون عندنا جوج الكفات في الاقتصاد الفلاحي ديالتنا، ما هو عصري وما هو تقليدي معيشي.